الحلقة 1674 شباب، حلقة مهمة ناقشنا فيها أيضا الوعي الكوني والاتصالات الكونية، وسوينا تمارين بالرياضة الكونية، تمارين مهمة. وهذا هاي تمارين تجوع جدا. فبعد التمرين ايش راح نسوي؟ أنا جوعان جدا حقيقة. هذا الصمون اللي يتابعون حلقاتنا، فهذا من الفرن مو المتشيس، هو هذا المهم. فراح اسوي سندويشات جبن، ها، واتناولها وندردش وياكم. تمام احبائنا، اهتم بالرياضة الكونية. هذا الجبن، خلي نشوفكم هذا، يعني خابط ويا او حاط ويا شوية خس، ها، مبروش يسموه اعتقد، بس شهي جدا ومشتهي. تعرفون شنو مشتهي؟ البيبسي حقيقة. بس ارتب الامور، اعطوني مجال. هذا الصمون اللي هو من الفرن مهم جدا، يعني خاصة هاي بالنسبة لي، يعني خاصة ورا التمارين الرياضية شبابنا. يا سلام، هاي شلون سندويش هذا؟ ها؟ سندويش مدهش هذا. نراقب الوضعية. فرفعنا برياضة الديد ليفت 70 كيلو، تمرينين 10 مرات 10 مرات. شهي جدا هذا، جدا جدا، ويخلينا كأنه تريد ترفع بعد أثقال. نبارك الطعام العظيم، نبارك حياتنا العظيمة، نبارك أفكارنا. وكل ما نستمر برفع الأثقال، ها، يحتاج نكثف الطعام. أنا باستمرار أقولها، هسه شخص يسألنا، شخص طالب جديد، طالب جديد جاي، يجوز هاي هسه الفيديو رايح بالانستغرام، ما أعرفه رايح، فيشوفها ما يفهم شنو الوضع. يقول لك يا ابي شنو هاي؟ شو صمون جبن؟ شنو القصه؟ عيني الجواب، انت جاي من النهايه متاخر، لحق. احنا عندنا اكثر من 1660 حلقه، وين قناه المتميزون يصنعون الحياه باليوتيوب؟ شنو هاي القناه؟ نقوم بتدريس العلوم الكونيه والاتصالات الكونيه، ونحن مقبلين على حياة عظيمة من النجاح والسلام والفرح، ونقوم بتدريس الرياضة الكونية ونمارس الرياضة الكونية. فتعالوا ويانا. راح أشوف بيتزا وكيك، ها، وكريتين وتركسترون. نطبق الرياضة الكونية، ويحتاج تكثيف بالأطعمة. فلحق ويانا، شاهد الحلقة 1674 آخر حلقة حملناها، ها،
باليوتيوب 1674. يا بهاش قد طيب الجبن. وديش هذا؟ هاي سندويتشات. بس شوي راقب الوضعية. ها؟ يلا. زين شو تناولت اليوم؟ اليوم بيتزا وربع، بيتزا وربع بيتزا، كيك، كريتين، انابول تيستو، تركسترون، ها؟ لالينجي. بس هذا طيب الصمم. ما ينشبع منه. فبعد ما سويت ها تمرينين بالحلقة 1674 وراها حسيت بجوع. جاي يشوفونه سندويشات جبن. يرددها مرة أخرى بيبسي. وهي البيبسي طيبة جدا. فأنا شو راح أسوي؟ يعني راح أتنوع ما بين 60 70 و 75 كيلو أستمر بيها، رفع 60 كيلو، رفع 70 كيلو، رفع 75 كيلو. وأيضا شو راح أسوي؟ راح أجيب أو أعمل 40 كيلو بس أرفعها بحيث أحطها بهالمنطقة خلف الرقبة على الكتف وانزل واصعد ب 40 كيلو. هاي ايضا هذا تمرين مهم ونزيدها. وأنا اليوم رفعت مرة أخرى، اليوم رفعت بالديد ليفت 70 كيلو 10 مرات، وبعدين أيضا بريك أخذت، أعتقد موجودة الحلقة 1674 بريك، ها أعتقد ربع ساعة، وأيضا رفعت مرة أخرى 10 مرات 70 كيلو برياضة الديد ليفت. ولازم ناكل هواية. نبارك مرة أخرى، نبارك الطعام، نبارك الأرض، نبارك شعوب الأرض، نبارك حياتنا، نبارك أنفاسنا. طيب هذا طيب حقيقة.
ها هاي أكو مثل الفراشة صغيرة مرات تجي. ها عجيبة هذه. لا أنا وقفت أسأل. خاف جاي عجبن شجونن اسمحوا لي شبابنا أن أقول أيضا مرة أخرى، مقبلين على صعود كوني عظيم وحياة عظيمة. الأكوان العظيمة تباركنا وتملأنا بالسلام والمحبة والخير والجمال الأبدي اليوم وكل يوم. أقول لكم هذا شلون يعطي طاقة؟ غمض عيوني ونرى أنفاسنا أرواحنا في أعماق الأكوان تعيش. ونستلم بركات كونية، نستلم حب أبدي وخير أبدي. ها إيش قد بقى تعرفون؟ أربعة، هاي الأربعة أربع قطع. زين هذا يحتاج الجسم بعد التمرين. ايه صراحة كأنه ما ينشبع منه. بس شوي نراقب الوضعية على كيفنا. شوفوا هاي فهذا أيضا استعداد الباكر بالمناسبة بالرياضة الكونية أقصد. الرياضة الكونية عظيمة جدا،
خاصة من تكون وياها الموسيقى الكونية الضوئية، الغناء الضوئي. جاي تقترب على جاي تقترب على الجبن. قوية هاي، راحت. كان أريد أسوي بعد أرفع القاضي، هذا يعطي طاقة. ها حقيقة بقينا ثلاثة بس سهلات. ها هاي شوية، هذا باثنين صغار والثالث نمشيها. بس هو يشهي يشهي هذا الصامون والجبن مرة أخرى، أو القادم راح أجيب وياه بيبسي. ها يا أبو، هذا بيبسي بالرياضة، ها بالرياضة الكونية رفع الأثقال، هذا شنو بيبسي؟ هذا ساحر يعطيك فد، ما أعرف عجيب، هذا يعطيك فد طاقة اندفاعية هو والعطر. يعني من أرفع أثقال وأستخدم العطر الرشة على وجهي، أجيب هذا العطر قبل البيبسي وهسه الجبن. الدهون مهمة حقيقة برفع الأثقال، تحتاج هاي الدهون، البروتين، الكريتين.
اعتقد اني فل هسه، تدرون؟ بغداد ثاني شو تقولون؟ تكملها؟ ها؟ واني حشيت هذا اسمع صوت طالب يقول استاذ كملها. راح اكملها. هاي خاطركم ها؟ حقيقة من حشيتها سمعت صوت يقول كملها استاذ. عمي راح نكملها بعدين. بسيطات يلا. ها؟ يراد لنا مي هسه. يلا نمشيها. هذا حرك جسمي. هذا التحريك مهم. وبالرياضة كم يسوي ستريتشنج شبابنا. يعني من ترفع الأثقال الستريتشنج في غاية الأهمية، مو تجي بسرعة وترفع، لا. وسوي تنوع. اصعد 50 كيلو 60 كيلو 70 ارجع 60 50 ها؟ هاي المنطقة المنطقة يو سي؟ هاي مهمة جدا هذه. الشيء المدهش بالرياضة الكونية بعد التطبيق تشعر باسترخاء عجيب حقيقة. استرخاء عالي جدا. بقت آخر وحدة صغيرة هاي. ها؟ شوفوها بسيطة هاي. تكثير الطعام مهم من ترفع أثقال. بس شلون اشعر اني؟ انا هسه فل حقيقة. يعني فل قبل ذني الاثنين، بس هسه اوكي ذني الاثنين مو مشكلة. بس كانه انا ردت اتوقف قبل اكمال ذني القطعتين، بس مع الصوت طالب يقول استاذ كملهن، راح اكملهن. هاي الخاطر الطلاب. بس هسه مرتاح، تدري ليش؟ لان هاي صغيره، هاي سهله. وراها منك كم راح اشرب مي. من تشرب مي يعني من اكمل واشرب مي ما اعرف، اكو شعور راحة.
هسه احس اريد اشرب ماي. هاي صغيره بسيطه حسيت هاي بقيناها للاخير. يلا حتى ما تزعل علينا. ها اها هاي بسيطه جدا. بس مو تتناول هذا الطعام وانت ما تتمرن، غلط. هذا الطعام بسبب التمارين اللي احنا جايين نسويها يا شباب. انا دائما اقول من نتناول البيتزا والبيبسي، ها، وهاي الاطعمه لازم تتمرن تمارين ثقيله. ما يصير تتناول هاي الاطعمه وانت ما تتمرن، خطأ. صار كم قطعة؟ ما أدري، 8 أو 9 يجوز، ها؟ 7؟ أعتقد 9، أعتقد. الكون العظيم يباركنا، نستلم الضوء والخير والمحبة، مبارك هذا الطعام، مبارك شعوب الأرض، مبارك الأرض، مبارك العوالم المنظورة والغير منظورة. دائما ارفع ذيك الطعام، شوف، خليني نرفعه. نبارك الطعام العظيم، نبارك حياتنا، أجسامنا، أنفاسنا، نبارك شعوب الأرض، نبارك الكائنات الكونية، نبارك العوالم المنظورة والغير منظورة. الامتنان مهم، نمتن لحياتنا، نمتن لظروفنا. ونعيش ضوء الاكوان. كل واحد معنا، كل واحد يستمع لنا، استلم اخي واختي محبة ابدية وخير ابدي. تعيشون شبابنا، ضوء ومحبة وخير ابدي يملأ، خيرات الاكوان تملأ حياتكم، نجاح وظروف عظيمة وسلام وحب عظيم. تعيشون الحب العظيم والسلام العظيم أينما أنتم تكونون. تقبلوا تحياتي.